تقول أنا وين ما منصوب ما تمليه أتعنى، وقبل ما يقرا ناعبني أسبق واجذب الونة، وإذا دمعك قطع مجراه أنا دمعي ما أقطع عنه، أنا أم المصيبة أنا ومصاب حسين شيبني، أنا أم المصيبة أنا ودمعتي دوم ستشابة، أصيحا ويا صوت الصاح يا حسين ومصاب، وظل مطلوب لك بالدين ودينك لو في حسابه، ولو يوم الحساب يصير أجيلك وفي بديني. أريدك تتصور حالة الزهراء سلام الله عليها، الله يحفظ هذا الشاعر على لسانها، تقول أنا فرشت عبايتي على القاع وجيت العاشر بعاشور، بيدي قمت ألف جسمك لقيت الشم ضلع مكسور، أقرأ هذا البيت أو لا؟ لقيت بيدي قمت ألف جسمك لقيت الشم ضلع مكسور، لقيت شوية من قلبك لقيت الخنصر المبتور، لقيت على الشريعة جفوف والعباس شيبني، أفتر وحيد بالليل وامشي على الجدم قوة، لقيتك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو. يا صاحب الزمان اعذرني على قراءة هذا البيت، وش عند الشمر وياه هيج بمن حرك سوا، سمي شم سويت لما أدري وبيادين يطلبني، رحت يا ابني على صوب القام أريد أعتب على العدوى. شوف هذا البيت، تأمل في هذا البيت جيدا يفطر القلب هذا البيت. رحت يا ابني على صوب القام أريد أعتب على العدوى، باوعت على رجل الخيل قميصك بالحوافر شا، قمت ألطم على راسي وصيح حسين يا عطشا، بدمك خضبت وجهي وناح عليك ذوبني،